الإيقاف الفوري للعدوان الصهيوني على إخوتنا، ونطالب دولنا العربية والإسلامية إلى وقف العدوان وفتح المعابر ورفع الحصار. أنا سميتي غفار تكشطاطي، وأنا فعلا متضامنة بزاف مع هاد الأطفال في حديث خصوصا، وأننا حنايا ما نقدرش نحسو بهم بحيث أن هما يا في حرب وما يقدروش يقراو، ما يقدروش حتى ياكلوا، وحنايا نقدروا نعسوا في امل بينما هما خايفين ويقدروا يفقدوا الوالدين ديالهم بين ليله او ضحاها. وتخيلي معايا الا فقتي ولقيتي الدار ديالها كلها متدمره وما تلقى حتى شي حاجه فين تسكن ولا فين تعيش ولا ما تلقى حتى شي بلاصه فين تبات فيها، كيفاش غتوقع؟ ولا انت غتبغي دير مستقبل، ولا غتبغي دير عندك شي حلم تكون استاذ ولا طبيب ولا حتى يوتيوبر مثلا؟ يعني دوك الاحلام ديال كلهم كيتحطموا بين ليله او ضحاها، عليها حنا ضروري خصنا نوقفوا ضدهم، ضد الصهاينه، ونوقفوا مع اطفال فلسطين.